بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي يا جمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه، اللي حصلت في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وافريقيا خلال الفتره القصيره اللي فاتت. طيب احنا النص الاول من حلقتنا بمجموعه من الاخبار وتعليقنا عليها، جايبين لحضراتكم مجموعه كبيره النهارده من الاخبار مهمه جدا، وهنسمع كمان تعليق ومدخلات اكيد ان شاء الله هتحطنا على صوره بشكل كبير. النص الثاني باذن الله عندنا هيبقى حلقه من الحلقه بتاعتنا، هيبقى النص الحواري او الفقره الحواريه. انتوا عارفين برنامج الابطال من البدايه كان عندنا رساله، رسالتنا برنامج الابطال هي ان فرق السيدات تاخد الاهتمام، من احد يعني رسائلنا ان فرق السيدات تاخد يعني الاهتمام كفرق الرجال. الحقيقه لان انا شايف انه فرق السيدات على المستوى الدولي والاولمبي واللاعبات بيحققوا نتائج يمكن تفوق الرجال في اوقات كتيره جدا. من ضمن الاخبار اللي اسعدتنا الفتره اللي فاتت كان هي ان اللجنه المؤقته اللي بتدير اتحاد كره اليد بدات تهتم بهذا القطاع، قطاع السيدات. يمكن طول عمرنا عارفين عندنا منتخب كره يد قوي رجال، ولكن محدش سال نفسه قبل كده ما عندناش منتخب سيدات، محدش خد باله، او يمكن القريبين من اللعبه بس اللي خدوا بالهم. فاحنا كنا عندنا رساله ان القطاع ده يرجع تاني يقف على رجله، ان عندنا ثقه في لاعباتنا وعندنا ثقه في ناشئينا ان هم يقدروا يحققوا حاجه على المستوى الافريقي. اللجنه المؤقته عملت فريق للناشئات وفريق للشابات. طيب فريق الشابات مواليد 2002 يعني 20 سنه، كان عندهم بطوله افريقيا في غينيا ولعبوا في ظروف صعبه جدا، هنقول لحضراتكم الظروف والملعب والدنيا كان شكلها ايه، ومع ذلك وقعنا في مجموعه برضو مش سهله كان فيها انجولا. انجولا في كره اليد سيدات هي رقم واحد في افريقيا، هي وتونس يجوا مع بعض، فكان وقع معانا في المجموعه انجولا. نجح اللاعبات ان هم يعني يطلعوا من مجموعتهم يلعبوا الادوار النهائيه ويوصلوا فاينل امام انجولا، ويتصاب عندنا احد اهم اللاعبات، ومع ذلك خسرنا من انجولا في المباراه النهائيه 18-17 ونصعد لكاس العالم للشابات. حدث مهم جدا من وجهه نظرنا، بدايه ان شاء الله يبقى فيه منتخب للسيدات، عندنا لاعبات محترفات في فرنسا، عندنا مروه عيد عبد الملك وعندنا رحاب جمعه الاثنين بنات النادي الاهلي والاثنين بيحترفوا في فرنسا، ممكن يكونوا ينضموا للمجموعه اللي طالعه من الشباب مع اللعيبه لاعبات الخبره اللي موجودين في مصر. اتصور ان هيبقى عندنا منتخب قوي. النهارده بنستضيف لاعبات المنتخب او لاعبات منتخب مصر اللي راحوا المنتخب مصر من النادي الاهلي او لاعبات النادي الاهلي اللي مثلوا مصر في الفريق ده. هيكون معانا كمان المدير الفني كابتن رامي عبد اللطيف وهيحكي لنا عن كل الصعوبات اللي قابلته، هيكون معانا كمان روان سعيد وهيكون معانا منه الله سيد احمد سيد محمد. منه الله بالمناسبه خدت افضل حارس مرمى، منه خدت افضل حارس مرمى في البطوله، هيكونوا معانا في الفقره الحواريه. هنتكلم عن كل شيء، هنتكلم عن طموحاتهم، هل هم رايحين كاس العالم يعني ان شاء الله يؤدوا نتيجه كويسه، بدايه جيده جدا لازم نحيي اللجنه المؤقته عليها، وان شاء الله باذن الله الاستمراريه مطلوبه حتى نرى منتخب لكره اليد سيدات زيه زي الرجال وعلى منصات التتويج باذن الله. دي احد رسائلنا الحقيقه من ساعه ما بدانا برنامج الابطال. طيب هنروح لاخبارنا وهنبتدي بكره اليد. كره اليد رجال الحقيقه عندنا مباراه بكره مهمه جدا جدا جدا، عندنا مباراه مع سبورتنج في كاس مصر، فين؟ في اسكندريه. مباراه صعبه جدا عشان ملعب سبورتنج ملعب ضيق جدا والفرق يعني بتلاقي صعوبه او بتعاني من اللعب هناك. الفريق انهى استعداداته وبقياده كابتن طارق محروس وسافروا من شويه لاسكندريه، اتمرنوا في النادي وسافروا بعد كده عشان يروحوا اسكندريه. المباراه دي هتكون في دور الثمانيه. الماتش هتلاقي بكره الساعه 6، كل التوفيق طبعا لفريقنا. فرقه سبورتنج قويه، يمكن اخر مباراه لينا في اسكندريه انتهت بالتعادل 26-26. وبالنسبه دي احب اوضح لحضراتكم ان احنا هنلعب سبورتنج مرتين السنه دي الاسبوع ده، مره في الكاس والمره الاخرى في اول دوره مجمعه لبطوله الدوري، وهتبقى يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله مع سبورتنج الدور النهائي بقى الدوره المجمعه الاولى لنهائي المحترفين. عندنا اصابات، عندنا ثلاث اصابات مهمه جدا في الفريق، ولكن الروتيشن اللي عمله كابتن طارق محروس حسينا حتى قدام النادي قدام نادي الزمالك المباراه اللي فاتت ان الحقيقه الحمد لله ما عندناش نقص عددي ولا حاجه، ولكن الحمد لله الفرقه بس هو يمكن المزعج شويه اصابه مهاب ياسر لاعب الفريق بتمزق في عضله السمانه، هيغيب خلاص عن الفتره اللي جايه كلها. مهاب كان طالع كويس وكان مادي مباراه
جيده، وكان معوض غياب عمر سامي طبعا وكاستيلو. فطبعا ده يعني مهاب كان مساعد عشان يعني يبدو ان هذا المركز يعني في حاجه، لانه الحقيقه مش طلعت لاعب وقفت جنبه الفتره اللي فاتت عشان يلعب زي مهاب ياسر، يوم في مباراه الزمالك يجي له مزق في السمانه، امر غريب جدا، امر غريب يعني، باد لك وعدم توفيق بشكل يعني غريب الحقيقه. بس احنا كلنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين، ان شاء الله زي ما حضراتكم شفتوا الدنيا قريبه. الدوره المجمعه الاولى اهلي زمالك سبورتنج طلاع الجيش، دول الاربع فرق هنلعب دورتين مجمعتين، الدوره الاسبوع القادم ان شاء الله في نهايه الاسبوع القادم خميس جمعه سبت، والدوره اللي بعديها نهايه شهر مارس 30 31 1 ابريل. كل التوفيق باذن الله لفريقنا، ان شاء الله نقدر نتوج ببطوله الدوري ورا الكاس باذن الله. وبفكركم احنا حامل كاس مصر العام الماضي في كره اليد الرجال، وايضا نحن حامل لقب بطوله كاس الكؤوس الافريقيه اللي قيمت في المغرب. وعايز اوضح لحضراتكم حاجه برضو بضمن ان احنا بنتكلم عن كره اليد بالمره كده، ونظام السوبر الافريقي اختلف شويه، وهنوضح لحضراتكم انه طبعا ما بقاش مباراه واحده ماتش السوبر، ما بقاش مباراه واحده السوبر الافريقي في كره اليد، لم يصبح مباراه بعد ذلك. الفرقه اللي هتشارك على ما افتكر يعني الاهلي كحامل لقب ابطال الكؤوس، الزمالك، اغادير، والنجم الساحلي. تقريبا دول الاربع فرق، وداد سمارة المغربي، انا اسف، وداد سمارة المغربي، دول الاربع فرق اللي لعبوا بطوله السوبر، كاس السوبر الافريقي. اللي هيطلع منهم هيلعب الجلوبال او بطوله العالم لكره اليد. نتمنى ان شاء الله باذنك يا رب، باذنك يا رب نستطيع ان احنا نطلع بطوله العالم السنه القادمه، لان هذا الجيل يستحق الحقيقه، جيل صغير، جيل شاب، جيل بيبذل مجهود كبير جدا. هنروح على كره اليد ولكن السيدات، كان عندنا مباراه مهمه مع المعادي في بطوله القاهره. يمكن الدوري توقف شويه، بطوله القاهره قالت لك طب خلاص اخد في الفتره دي بطوله القاهره. كان ماتش يعني فريق المعادي فريق محترم، ولكن الحمد لله فرقتنا قدرت بشكل كبير ان هي تحسم اللقاء 40 17. المباراه كانت لعب على صاله الامير عبد الله الفيصل امبارح بمقر النادي الاهلي بالجزيره. الشوط الاول خلص 17 9، ويمكن هو الشوط الاول اللي حسم اللقاء. فرقتنا فيها مجموعه جيده جدا من اللاعبات، وبالمناسبه النهارده ضيوفنا سواء روان او منا متصعدين كمان للفريق الاول لكره اليد سيدات، وبيشاركوا معاهم. يمكن كابتن يحيى يوسف اداهم خبرات كبيره مع الفريق الاول، وده اللي ساعدهم مع المنتخب ان احنا نحصل على تاني افريقيا ونصعد الى كاس العالم. هنروح للسله، السله عندنا ازمه كبيره، ازمه في الاصابات. الحقيقه منتخب مصر لما اتجمع في بدايه هذا الشهر او في يعني في بدايه فبراير، لا يعني هو اتجمع بالظبط في بدايه فبراير، الدوري وقف وتجمع المنتخب، ضم سبع لاعبين من النادي الاهلي انضموا لمعسكر المنتخب. للاسف اربعه منهم رجعوا مصابين، للاسف اربعه من اللي راحوا، السبعه اللي راحوا مع منتخب مصر رجعوا مصابين. طيب مين اللي رجع مصاب؟ عندنا عمر طارق اتصاب هناك في السنغال، عندنا سيف سمير اتصاب في المعسكر بشد، عندنا عبد الله ناصر اتصاب في المعسكر ايضا، وعندنا عمر عزب اتصاب بكسر في انكر رجله. اربع اصابات صعبه. طيب الثلاث لعيبه الباقيين سواء عمرو الجندي او هاب امين او عمرو زهران رجعوا امبارح من السنغال. مستر اجوستي اداهم تدريبات خفيفه بس لاستعاده الاستشفاء، لان طبعا ما يقدرش يديهم راحه سلبيه لان داخلين على الجد، وانا هقول لكم الجد ايه. اما بالنسبه لعمر طارق هيعمل اشعه، هيعمل اشعه عشان نطمن عليه. و عندنا طبعا مباراة مهمة جاية مع أصحاب الجهات في دور الثمانية لكأس مصر إن شاء الله، دي هتبقى يوم الجمعة القادم بإذن الله. طبعا محتاجين كل لعبتنا، محتاجين كل الدعوات، ده كل الدعم لهذا الفريق، والمزيد من الأخبار وإلقاء الضوء على وضع الفريق الحالي. معنا الكابتن أحمد الجرحي المدرب العام، أهلا بيك يا كابتن أحمد. كابتن أحمد الجرحي أهلا بيك يا كابتن. هيثم ازي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ زي الفل الحمد لله. طمني عليكم يا كابتن وطمني على الفرقة وأخبارها. والله الفرقة شغالة الحمد لله بشكل كويس، التمرين كان في التوقف يعني الحمد لله، يعني الأسابيع عدت بشكل ممتاز، يعني الأحمال تدريجية والمستوى الفني اللعيبة الحمد لله يعني على مستوى طيب، وإن شاء الله الدوليين من بكرة ينتظموا معانا في التمرين إن شاء الله بإذن الله استعدادا لدور الثمانية إن شاء الله وكأس مصر. يمكن يا كابتن أحمد يعني الشغل الشاغل لكل جماهير النادي الأهلي هي الإصابات. احنا كنت بقول في الخبر قبل ما حضرتك تكون معايا عبر الهاتف ان احنا سبعه راحوا المنتخب، ودي حاجه اسعدتنا جدا، ولكن للاسف
في 4 رجعوا مصابين. كلمنا عن الاصابات يا كابتن. والله زي ما حضرتك بتقول يا كابتن هيثم، انت عارف طبعا منتخب مصر ده واجب وطني بالنسبه لنا كلنا. لكن طبعا يعني انا بتمنى ان احنا نعيد النظر شويه قصه المعسكرات الطويله اللي هي خلال الموسم. عارف لو المعسكرات دي بتبقى بعد نهايه الموسم او في بدايه الموسم بتبقى فتره اعداد للمدير الفني للمنتخب، فدايما بيبقى الاحمال كلها معاه. لكن انت ساعات بتاخد لعيبه اصلا متحمل عليها جوه الدوري، صحيح، وبتشتغل معاك مثلا لمده شهر شهر ونص باحمال مختلفه تماما. طبعا وقع منك لعيبه كتير، بيدو اتمزق، ولعيبه السن ده 18 سنه يتمزق، ده دليل يعني ان في تعرض لمجهود بدني شديد. طبعا عمر عزب حصل كسر في مشط رجله، وعمر طارق لسه ان شاء الله باذن الله يعني هو حضرتك سامع حضرتك بتقول ان هو هيعمل اشعه، هو بالفعل عمل اشعه امبارح، والنهارده الساعه 8 هيكون عنده ميعاد مع الدكتور احمد عبد العزيز. نعم، وان شاء الله يطمنا، وان شاء الله يعني انا يعني باذن الله يكون حاجه بسيطه يعني كادمه. ومروان سرحان زي ما انت عارف يعني خلاص قدامه 10 ايام ويبقى موجود مع الفرقه، يعني هو اوريدي بيتمرن دلوقتي لوحده، بس يعني عشان يبدا يبقى في التحامات كده محتاج 10 ايام. نعم. وبس يعني طب يا كابتن، يعني سيف سمير اخباره ايه؟ لا سيف الحمد لله اشترك في ماتش الاتصالات اللي فات الودي الحمد لله وشغال معانا كويس. ويعني ماتش الاتصالات الودي ده زي ما حضرتك تابعت يعني ان احنا كنا بنلعب بست لعيبه كبار، مايكل تومسون ومودي الجرحي وابو النصر ومهيب وسيف سمير واحمد اسماعيل، ومعانا سته صغيرين مع الداوي وبيبو زهران ومحمود وليد وكريم حاتم، ومعانا كمان لعيب علي وحيد. فالحمد لله المباراه عدت، كسبنا فرق 25 نقطه، وده سكور كويس قوي بالنسبه لمجموعه اللعيبه دي. وسمعنا ان تومسون كان اون فاير في المباراه دي. كان ما شاء الله كان كويس جدا في المباراه دي. فعلا الفريق كان ناقص سبنسر، بس بيلعب بالفرقه كامله ما عدا سبنسر تقريبا. نعم، انت ناقص 8 لعيبه اساسيين. صحيح. كانت مباراه الهدف منها يعني ان انت تطمن على المرحله اللي انت اتمرنت فيها واستعديت فيها بشكل كويس، والحمد لله يعني شيء مطمن. وعندنا يوم الجمعه مباراه مع نادي هليوبوليس برضه على صاله النادي الاهلي، مباراه وديه، ونتمنى بقى ان شاء الله ان احنا نحرز البطوله اللي جايه باذن الله. طب مباراه اصحاب الجياد امتى يا كابتن؟ يوم 8 باذن الله على ملعبنا. يوم 8 مارس. طيب احنا المباراه لحمه ببعضيها يا كابتن، انتوا هتلاقي يعني بالنسبه للكاس انت عندك يعني يعتبر ان شاء الله يعني عدي اصحاب الجياد، هيبقى عندنا في طريقنا الزمالك يوم خميس واتحاد السكندري او اللي هيفوز طبعا الناحيه الثانيه بشكل كبير هيكون يوم الجمعه ثاني يوم. حمل كبير برضو بدني يا كابتن، يعني انا برضو بشفق على اللاعبين انه بالذات اللعيبه الدوليه انه حتى بعد الدوري هو مش هيريح، هو عنده في شهر 7 تصفيات او اخر 6 الويندو الثانيه في تصفيات كاس العالم. الحقيقه الحمل عالي جدا لا يتحمله يعني لعيب، وخاصه ان القايمه عندك 14 لاعب بس، وده احنا طالما نادينا ان القايمه تبقى 20 لاعب عشان اقدر اعمل روتيشن وما يحصلش الاصابات دي. دي حقيقه يا كابتن هيثم، انا يعني بضم صوتي لصوت حضرتك، وانت يعني زي ما حضرتك بتقول ان احنا اللعيبه ما بتلحقش تريح. يعني زي ما قلت لك احنا وقالنا شهر واقفين عشان تمرين المنتخب لمجرد ان احنا هنلعب 3 ماتشات. يعني نعم. انا يعني طبعا كل التقدير والاحترام لسياسه اتحاد الباسكت، طبعا دي حاجه طبعا هم ادرى بشغلهم، لكن انا متهيألي ان 3 ماتشات ممكن يبقى افاده اكتر ان الدوري يكون شغال، اللعيبه بتستعد بشكل كبير. لكن لما نوقف الدوري كله شهر، العكس ده احنا لو كنا لعبنا الشهر ده وجينا اسبوع بس قبل الماتشات واللعيبه راحت للمنتخب ورجعت، والفتره اللي الزمالك هيلعب فيها بطوله افريقيا برضو بقيه الدوري يكون شغال ما عدا فرقه الزمالك يتاجل لها ماتشاتها، هتلاقي ان الدوري هيخلص بدري، هتلاقي انك هتقدر تدي 15 20 يوم او 3 اسابيع للعيب انه يستريح ويحسب استشفاء ما بين الموسم للموسم، وبعدين تبدا تستعد للويندو بتاع الصيف. متهيألي ده هيكون افضل للعيب وللمنظومه ككل. خلي بالك كابتن احنا ما بنقولش كلام غريب، ده حتى الفرق الافريقيه زي السنغال وزي تونس لعيبتها المحترفين بره بيجوا قبل الويندو بثلاث اربع ايام بس. انا والله وجوزي قال لي، كان شغال في اسبانيا يعني من اكبر بلاد في الباسكت بول، وكان مشتغل في برشلونه كمساعد، قال لي ان يعني تقريبا احنا البلد الوحيده اللي بتقف التوقف الطويل ده. وقال لي هو طبعا راجل يعني عارف ان طبعا في مدير فني جديد، طيب محتاج وقت طبعا، يعني ممكن يكون ده العذر الوحيد.
لكن التوقفات الطويله دي صدقني مش مفيده لا للنادي الاهلي ولا لنادي الزمالك ولا الاتحاد ولا لاي حد، يعني مش مفيده لاي حد. وكمان يا كابتن القايمه برضو احنا يعني 15 لاعب بالمحترف ده قايمه قليله جدا، انت لو اتصاب لك اتنين تلاته مش هتلاقي تكمل قايمتك. ما انا بقول فالحقيقه لحضرتك احنا بنلعب ماتش الاتصالات بسته صغيرين في السكور. يعني ايه المشكله؟ ايه المانع ان زي اليد والطايره يبقى عندك القايمه 20 لاعب؟ ايه المشكله؟ خصوصا ان ال 20 لاعب دلوقتي باللائحه اللي اتحاد الباسكت حاططها، يعني انت دلوقتي اللائحه دي ماكسيمم بالنسبه للاربع فرق الكبار اقصى حاجه ممكن في التعاقدات اللي هو هيطلع ثالث ورابع بيتعاقد مع ثلاثه بس. صحيح، فانا كده كده هو هاخد من ناشئيني. بالظبط، يعني انت بتنادي ان القايمه تكبر بناشئينك. نعم، فدي حاجه متهيألي ان هي محتاجه نظر، محتاجه نظر، محتاجه دراسه ومحتاجه محتاجه اجتماع يعني ما بين اتحاد الباسكت والانديه ونوصل لاحسن حاجه هتفيد في الاخر منتخب مصر والانديه، بالظبط. لان الاصابات دي هل الاصابات دي مش مؤثره على منتخب مصر؟ اكيد مؤثره. طبعا طبعا، لان هو مش هيلعب وبعد كده هتيجي يتجمع تاني ما خدش خبرات اللعب او ما بقاش جاهز. فالموضوع بدليل يا كابتن اقول لحضرتك احسن لاعب كان في المنتخب الفتره دي انس اقل لاعب لعب. بالظبط يعني بالظبط، انس عشان اصابته قعد بتاع حوالي 3 4 شهور بيتعالج، فما خدش الحمل البدني الرهيب اللي اللعيبه خدته، بالظبط هو الوحيد اللي كان فايق في المنتخب. دي حقيقة. وخلي بالك إصابة أنس برضو كانت حصلت في ويندو من ويندوهات المنتخب. صحيح، لانه كان متحمل عليه موسم طويل ولعب 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 وطلع منه لحم على المنتخب. انت اتصور الحاجات دي محتاجه، لان سلامه اللاعبين مهمه يا كابتن، ده راس مال الانديه وراس مال اللعيب نفسه. جدا يا كابتن هيثم، وحضرتك واحد من نجوم لعبتنا وعارف ان احنا بنملك حاليا عناصر ممكن من خلالها يبقى عندنا منتخب قوي جدا، صحيح، بانضمام عاصم مرعي، بانضمام مهاب، بانضمام اللعيب المجنس. عندنا مع المجموعه اللي لعبت البطوله اللي فاتت دي عندنا منتخب قوي دلوقتي، صحيح، ممكن ان شاء الله نوصل بيه لبعيد، بس محتاجه بس اعاده نظر وتنظيم في بعض الامور. ان شاء الله يا كابتن احمد كل التوفيق ليكوا يا كابتن، ان شاء الله موفقين في المنافسات القادمه. كابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله في النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. هنروح للكره الطائره رجال، الدوري شغال، ولكن يعني في قرار اتخذ من اتحاد الكره الطائره قرار انه يعمل حاجه اسمها دوري النخبه. انت بعد ما تصعدت بمجموعتك كاول المجموعه قال لك لا، يعني انا ما اعرفش يعني كان الهدف من هذا القرار ايه او تعديل نظام المسابقه انا ما فهمتوش، ولكن تمام. خدنا الثمان فرق اللي هم طلعوا الاربعه من المجموعه دول والاربعه من المجموعه دول، طبعا الاهلي كان متصدر مجموعته والناحيه الثانيه على ما اتذكر سموحه كان متصدر المجموعه. طيب الزمالك ليه سموحه؟ انا اسف، الزمالك ليه سموحه. المهم فدخل القرار انه يلعبوا الثمانيه حاجه اسمها دوري النخبه، كل فرقه تلاعب الاخرى، ده دور من دور واحد، يعني ثمان فرق كل فرقه تلعب 7 مباريات. الاهلي لعب 3 مباريات منهم لساله 4. المباريات دي هدفها ايه؟ هو ترتيب الفرق من 1 لـ 8، من 1 إلى 8، عشان بعد كده نبتدي الادوار الاقصائيه. النادي الاهلي لعب 3 مباريات، لعب الطيران 3-0 فاز، الاتحاد الاسكندري 3-0 فوز، سموحه فوز ايضا 3-0. النادي الاهلي طول الموسم الحقيقه ما افتكرش انه خسر شوط، بسم الله ما شاء الله يعني. فاحنا عندنا 4 مباريات فاضلين، هنلاعب بقى الفرقه اللي فاضله زي مثلا الزمالك، زي طلائع الجيش، عندنا سموحه، هنلاعب الفرقه الباقيه بتروجيت، تمام؟ وبعد كده هنترتب من 1 لـ 8 عشان الاول يلاعب الثامن والثاني يلاعب السابع والثالث يلاعب السادس والرابع يلاعب الخامس. بيست اوف 3، يعني اللي يكسب مباراتين يطلع يلعب على الدور اللي بعد كده هيبقى قبل النهائي، وبعد كده بيست اوف 5 بيست اوف 5. الميزه في الدوري ده ان اللي هيكسب الدوري هيكون كسبانه بجداره، لان انت ممكن تتعثر في اي لحظه، ممكن لو انت موفق قوي في فتره تيجي في فتره تانيه ما تتوفقش. بس اللي انا ملاحظه ما شاء الله يعني كابتن محمد مصالح ميدو عندهم هدف، عندهم تارجت عايزين يوصلوا له. ايه التارجت؟ عايزين ياخدوا البطولتين السنه دي، خاصه بطوله افريقيا ان شاء الله في شهر 5 على ما اتذكر في مدغشقر. الاتحاد الافريقي خلاص قرر ميعادها ومكانها في حاله اعتذار مدغشقر، دايما الاخ الكبير هو اللي موجود وهي مصر على طول هيلجأوا ليها، هي اللي تنظم البطوله. ده كان قرار الاتحاد الافريقي ان هو مصر اصبحت قبله، زي ما قلت لكم قبل كده وبقول وبقول وهعيد، مصر في الرياضه اصبحت قبله الرياضيين في العالم كله، كله مش بس في افريقيا او في مصر، كل دوله دلوقتي بتقول لك والله احنا يعني عايزين نضمن نجاح بطوله نجيبها في مصر. ودي خطوه اولى لان احنا عندنا هدف انا شايفه،
الهدف ان احنا ليه لا ما نبقاش عندنا اولمبيات في مصر؟ ليه لا مصر ما تستضيفش الاولمبيات؟ مصر دلوقتي عندها بنيه تحتيه رياضيه طليق انها تستضيف اولمبيات الكبار، الاولمبيات اللي بتتعمل كل اربع سنين، ليه لا؟ عندنا باريس جايه وبعد كده لوس انجلوس، عندنا مدينه مصر الدوليه اللي بتتعمل في العاصمه الاداريه حاجه على اعلى مستوى، معايير اولمبيه. نستطيع ان احنا نستضيف ال 25 او 26 لعبه اولمبيه هنا في مصر، في ليه لا؟ وعلى فكره ساعتها هيبقى لينا الحق نختار ثلاث لعبات يخشوا، اتصور الكاراتيه هيبقى منهم. اتصور انا يعني لو انا بحلم لو ربنا كرم واستضفنا البطوله دي عندنا او الاولمبيات عندنا، الكاراتيه حاجز مكانه والسكواش حاجز مكانه. على فكره يا جماعه انا يعني انا بحلم معاكم كده، ليه لا؟ يعني احنا اوريدي الحمد لله بناخد خمس ست سبع ميداليات بمشاركه الكاراتيه كمان ومشاركه السكواش، تيجي تبص تلاقي نفسك عندك ثلاث اربع ميداليات ذهب كمان في العاب، ليه لا؟ فان شاء الله يعني انا شايف كده. فنرجع لخبرنا، الكره الطائره رجال ماشيين كويس، احنا اول الدوري الحمد لله مرتاح. مهم جدا ناخد الاول عشان سكتنا تبقى سهله ان شاء الله ونقابل الثاني في فاينل الادوار الاقصائيه. اللي هياخد الدوري السنه دي هيبقى هو الاقدر، واتصور ان شاء الله باذنك يا رب، باذنك يا رب ربنا يبعد عنا الاصابات ويبعد عنا العين ويبعد عنا كورونا ويبعد عنا كل شيء، ان شاء الله هذا الفريق باذن الله يكون بطل الدوري والكاس لانهم يستحقوا ذلك. المباريات اللي فاتت الثلاثه اللي لعبوهم اتلعبوا على مجمع الدكتور حسن مصطفى، اللي جاي هيتلعب فين وامتى لسه ما تحددش، هينزل لا اتحدد انا اسف اتحدد هيبقى في على صاله هيئه قناه السويس بمدينه الاسماعيليه في لا الرابعه والخامسه برج العرب، وبعد كده هيئه قناه السويس الخامسه والسادسه السابعه السادسه والسابعه في هيئه قناه السويس. ده هيكون باختصار نظام الدوري اللي جاي، يعني الدنيا خلاص قربت جدا، اتصور شهر شهر ونص ودوري الكره الطائره هينتهي ان شاء الله. طيب نكمل اخبارنا ونطلع فاصل يا جماعه. طيب هنروح لكره الطائره سيدات، كان عندنا مباراه مع نادي الشمس في نادي الشمس، مباراه كانت مهمه جدا، نادي الشمس من الانديه القويه في كره الطائره سيدات، نجحنا نكسب الحمد لله 3-0 والمباراه كانت ماشيه بشكل جيد 25-12 25-19 و25-17، فرقتنا في الصداره بدون منازع. يجي وراه نادي سبورتنج بفارق 7 نقاط، النادي الاهلي فاز بكل مبارياته 3-0 باستثناء مباراه واحده كانت تقريبا مع نادي الصيد 3-1. الاهلي الماتش الجاي عنده سموحه على صاله الشهداء باذن الله يوم الجمعه القادم باهلي الجزيره، كل التوفيق لفريق كره الطائره سيدات، وبالمناسبه الفريق ما زال حتى الان على رقمه السابق اللي هو يعني كسره حتى الان بيزود عليه، وهو اكتر فرقه في العالم انتصارا لفريق الكره الطائره سيدات 73 انتصار، احنا مكملين دلوقتي داخلين على 90، يعني احنا كسرنا الرقم وبنكسر كل يوم رقمنا، كل مباراه بنكسبها جديده بنكسر الرقم اللي احنا حققناه من يومين ثلاثه. ان شاء الله اتصور ان احنا نوصل نعدي ال 100 زي فريق الكره الطائره رجال لما حقق 100 انتصار متتالي في كل المسابقات. الكره الطائره في النادي الاهلي في حته ثانيه الحقيقه، نتمنى ان شاء الله ليهم كل التوفيق. هنروح للسكواش اللي كنا لسه في سيرته وبنقول يا رب الاسكواش يبقى لعبه اولمبيه. عندنا لاعبين كبار مصطفى عسل ويوسف سليمان، الاثنين شباب الاثنين ناشئين وطالعين بيلعبوا في البي اس اي او منظمه اللعيبه المحترفين في الاسكواش. الاثنين مصطفى عسل حافظ على ترتيبه العالمي، النشره الجديده للتصنيف طلعت المركز الرابع، مصطفى عسل زي ما هو ده التصنيف الاعلامي امام حضرتك، مصطفى عسل حافظ على المركز الرابع بالرغم انه من خلال في الشهرين اللي فاتوا ما شاركش في اي بطوله، واضح ان البوينتس بتاعته كانت عاليه او منفرد هو بالمركز الرابع. نيجي ليوسف سليمان، يوسف سليمان اتقدم مركز واحد بقى في المركز ال 15، وهقول لكم ده هينفعنا كتير في ايه. طبعا ده حاجه كويسه جدا انه يبقى في بالنسبه ليوسف سليمان انه يبقى في احسن 16، ليه؟ لانه لما بيكون في احسن 16 ما بيلعبش المندرو، بيخش على بيلعبش سوري التمهيدي، بيلعب بيخش على المندرو، بيخش على دور 16 على طول، فهو كده كده ضامن مجموعه من النقاط بيجمعها من اي بطوله بيشارك فيها طول ما هو ماسك في افضل 16 لاعب. طبعا هو دي مش امال ولا طموحات يوسف سليمان، بس انا بقول حتى الان ال 15 16 14 13 انت كده في الامان، القرعه او الماتشات الجامده اللي بتقابلك مش بتبقاش بدري، بتبقى في الادوار النهائيه. واللي ساعد يوسف سليمان انه طلع للدور قبل النهائي في بطوله اون فاير اتلعبت في العاصمه الامريكيه واشنطن، طلع الدور قبل النهائي فخلاه يلم نقاط كتيره، لعب تالت ورابع وكسب التالت، فاذا كل ده
جمع معاه نقاط خلاه يوصل لمركز ال 15. هنروح للسكواش سيدات، نادين شاهين. نادين شاهين نفس الكلام ليوسف سليمان، خدت وان ستيب فورورد في الرانكينج العالمي، بقت تصنيفها ال 15. ونادين برضو لاعبه شابه، وده الترتيب برضو من على موقع البي اس اي. كل شهر التصنيف ده بيختلف، كل شهر بيختلف. الفتره اللي جايه في بطولات كتيره خلي بالكم، وهنجمع نقاط اكتر. فكونهم داخلين ما شاء الله التكوين الجسماني القوي لنادين شاهين بيمكنها ان هي تقدر تنافس في البطولات الكبيره. بالتوفيق للسكواش الاهلاوي اللي هو نواه كبيره لمنتخب مصر، او يعني منتخب مصر رجال وسيدات، وكمان الشباب. النادي الاهلي بيضم مجموعه كبيره جدا جدا من الشباب والشابات في السكواش. السكواش من الالعاب القديمه ايضا في النادي الاهلي. كده خلصنا اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي، خلينا نروح للاخبار المحليه. وعلى راس هذه الاخبار يمكن انا اتكلمت عنه في البدايه، وهي الناشئات. احنا اتكلمنا عن الشابات في كره اليد واللي فازوا بالمركز الثاني في فضيه افريقيا، ورحنا كاس العالم بعد خساره الفاينل من انجولا 18-17. الشابات الناشئات بيحذوا نفس حذو الشابات. الحقيقه ان هم مواليد 2004 ضمننا التاهل لكاس العالم. طبعا المنتخب بعد فوزه على كل من سيراليون وبوركينا فاسو وغينيا بيساو كده تصدر الترتيب في مجموعته، ضمن التاهل لكاس العالم لانه بياخدوا اول اربعه. طيب المنتخب بيضم في صفوفه 16 لاعبه، هم كنزي حاتم، لجين اسامه، مريم عمر، جنه صلاح، مريم محمد، فاطمه محمود، جهاد وائل، جود احمد، لبنى اشرف، ملك احمد، ملك هشام، منه الله الحناوي، نادين طارق، نوال خليل، رنا العربي، شروق محمود، تقى كامل. وزي ما قلت لحضراتكم امنياتنا واحد رسائلنا هنا ان احنا نشوف منتخب للسيدات لكره اليد منتخب كبير. والحقيقه احنا ماشيين على الطريق اللي انا شايفه ده، احنا ماشيين على الطريق الصح. طيب هنروح لمونديال الرمايه اللي بتجرى احداثه في او جرت احداثه هنا في على ارض مصر. مصر تحصد المركز الثاني في مسابقه التارجت سبرنت في مونديال الرمايه. منتخب مصر الرمايه حقق المركز الثاني في مسابقه التارجت سبرنت في بطوله كاس العالم للرمايه البندقيه والمسدس، وبتتلعب على ميادين الرمايه الجديده في مدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه بالعاصمه الاداريه. البطوله بتتلعب في الفتره من 27 فبراير لحد 8 مارس. ابتدت على ارض مصر ومستمره حتى 8 مارس. الميداليه الفضيه دي جت عن طريق علي كمال وميرا احمد. اما المركز الاول والثالث فكان من نصيب لاعيبه بريطانيا، بريطانيا متقدمه في هذه اللعبه. ولو رحنا للمنافسات الفردي فنلاقي لاعيبه منتخبنا سيطرت على الميداليات، فكريم عبد الناصر حقق الميداليه الذهبيه، وطارق ثروت حقق الميداليه الفضيه، واحمد فهيم حقق الميداليه البرونزيه. 1000 مليون مبروك للرمايه. الحقيقه بتبقى قمه النجاح لما تنجح اداريا تنظيميا في البطوله طبعا، وتنجح فنيا. وهو ده اللي احنا عايزينه يبقى التارجت بتاعنا الفتره الجايه. تنظيم البطولات بيديك دافع ان انت يعني تقدر، الملعب والجمهور بيديك الدافع ان انت تقدر تحقق لبلدك يعني ترتيب افضل. لابد ان يكون هدف كل اتحاد، الدعم موجود، البنيه التحتيه موجوده، الكوادر المصريه موجوده، ولكن يبقى الجهد من الاتحاد والتخطيط والاعداد الجيد عشان تنجح البطولات تنظيميا وفنيا. وهو ده اللي احنا نفسنا يحصل دائما، ان انا اي اتحاد اقدم اخد بطوله عالم او لازم اكون مستعد لها فنيا جيدا عشان اسم مصر لازم يكون على منصات التتويج. طيب خلينا نروح لخبرنا النهائي وهو التنس. منتخب التنس انتوا عارفين في بطوله عالميه بتنظم اسمها كاس ديفيز، بطوله قديمه بيشارك فيها منتخبات الدول. عندنا مباراه في التصفيات مع قبرص، منتخبنا الوطني لرجال التنس الارضي هيتدرب بكره اخر تمرين ليه استعداد لمواجهه قبرص في المباراه الفاصله للصعود للمجموعه الافرو اوروبيه الثانيه. قرعه البطوله هتتعمل بكره باذن الله، والماتشات هتبقى ايام الجمعه والسبت على السنتر كورت في نادي الجزيره. منتخبنا بيضم بين صفوفه محمد صفوت وكريم مامون وعمرو عصراوي واكرم السلالي ومايكل صبحي، وبيدرب المنتخب كابتن حسن العروسي. الماتش هيبقى عباره عن 5 لقاءات، 2 فردي وبعدين ماتش زوجي وبعدين ماتشين فردي تاني، واللي يفوز بال3 لقاءات يكسب المباراه. طبعا بيكون فيه تبادل وتوافق للمنتخبات عشان تدفع وتقدر تحافظ على ساعات ممكن تخسر مباراه او مش تخسر، تبقى مباراه يعني صعبه عليك فبتركز في اللي بعديها عشان ما تجدش اللعيبه. مهم جدا التنس ان احنا نرجع. السنتر كورت في نادي الجزيره ده ليه قصه كبيره. السنتر كورت بدا في البدايه كتنس، وبعد كده اتقلب بقى باسكت، واتعمل عليه على فكره مباريات في بطوله اوروبا. السنتر كورت او الملعب الدائري بنادي الجزيره
كان ملعب باسكت مكشوف فتره من الفترات، وبعد كده رجع تاني ملعب للتنس الارضي، ملعب من الملاعب اللي انت تشوفها على الطراز الملاعب الفرنسيه والاوروبيه، السنتر كورت من الملاعب الجميله الحقيقه ولسه محتفظه بطرازها القديم. كده تكون اخبارنا انتهت، هنطلع لفاصل عشان نستقبل زي ما قلنا في بدايه حلقتنا ابطال او بطلات الشابات منتخب كره اليد اللي حققوا المركز الثاني، فضيت افريقيا وصعدنا الى كاس العالم. هنتكلم معاهم عن الصعوبات اللي قابلتهم في البطوله، عن امالهم وطموحاتهم في كاس العالم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا بحب ارحب بكابتن رامي عبد اللطيف المدير الفني لفريق منتخب مصر للشابات في كره اليد، واللي نجحنا في التاهل الى كاس العالم وفزنا كمان بالمركز الثاني او فضيه بطوله افريقيا. اهلا بيك يا كابتن رامي. اهلا بيك كابتن، والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك وشكرا لحضرتك على المقابله الحلوه والمقدمه الحلوه. ده حقك يا كابتن، انتوا الابطال ومن حقكم تتقابلوا يعني وتتشالوا فوق الراس. ربنا يخليك كابتن هيثم، شكرا لحضرتك. بنرحب بمنه الله سيد حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى كمان منتخب مصر للشابات، وبالمناسبه اخذت احسن حارس مرمى في البطوله. اهلا بيك يا منى. مبروك. الله يبارك في حضرتك. ان شاء الله تعملوا احسن حارس مرمى في العالم يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، عملنا تقرير عن الفريق في البطوله، نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. نجح المنتخب الوطني لشابات كرة اليد تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني رامي عبد اللطيف في حصد الميدالية الفضية ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بغينيا خلال الفترة من 17 وحتى 26 من فبراير الجاري. وحصلت شابات الفراعنة على المركز الثاني بعد الخسارة أمام المنتخب الأنجولي بنتيجة 18-17 في مباراة صعبة ظلت نتيجتها معلقة حتى الثواني الأخيرة من اللقاء. وبدأت بنات النيل مشوارهن في البطولة باكتساح منتخب زامبيا بنتيجة 47-18، ثم الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 51-25، قبل أن يتعادل منتخبنا في آخر مبارياته بالمجموعة الأولى أمام منتخب أنغولا بنتيجة 24-24. ليصعد منتخبنا الوطني للدور نصف النهائي من البطولة القارية ويضمن التأهل لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها بدولة سلوفينيا. وفي قبل النهائي واجه منتخبنا نظيره الغيني صاحب الأرض والجمهور، ويستطيع التغلب عليه بنتيجة 28-23 ويتأهل للمباراة النهائية والتي واجه فيها منتخب أنغولا ويحصد الميدالية الفضية. وشارك الثلاثي الأهلاوي رحمة محمد وروان سعيد ومنة الله سيد رفقة منتخبنا في رحلة الصعود لنهائيات المونديال وحصد الفضية القارية. أهلا بحضراتكم من جديد كابتن رامي. بطولة كانت صعبة، شايفين طبعا الأجواء اللي كانت بتلعب فيها، طبعا الجو هناك رطوبة عالية جدا، بس خلينا نبتدي من البدايه خالص عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا معانا. بلغت امتى بالمنتخب وامتى اتجمعتوا وامتى تم اختيارك مدير فني لفريق الشباب؟ احنا من 2018 مجمعين منتخب 2002 وشاركنا بيهم في بطوله البحر المتوسط وخدنا برونزيه البحر المتوسط لاول مشاركه ليهم، كنا في مونتينيجرو ودي كانت اعداد لبطوله افريقيا في 2019. ممتاز. في النيجر. ربنا كرمنا بالمركز الثالث في البحر المتوسط، ومنى خدت احسن حارسه في بطوله البحر المتوسط ما شاء الله، ورحمه خدت احسن لاعيبه في بطوله البحر المتوسط ما شاء الله. شاركنا في افريقيا في النيجر، كان بطوله قويه جدا، كان برضو نفس الفرق مشاركه بس تونس وانجولا كانت البطوله من دور واحد، وقدرنا نتغلب على كل الفرق دي وخدنا بطوله افريقيا للناشئات كمان، خدنا مركز اول هايل. وكان طبعا مشاركه كاس العالم كانت هتبقى في 2020 للاسف بظروف الكورونا ما شاركناش في كاس العالم، واتلغت خالص. اتلغت خالص، اتأجلت، اتلغت لانه كبروا بقى خلاص. بالظبط. فضلنا احنا على حفاظ على قوام المنتخب فتره، حتى كانت الكورونا كان بياخدوا شويه تدريبات بدنيه حافظوا عليها، واحنا كنا عارفين ان بطوله الشابات هتبقى صعبه جدا وقويه جدا، وهي ده كان الهدف اللي احنا اشتغلنا عليه الفتره اللي فاتت كلها. وهم معانا بصراحه من 2018 والاتحاد ما تاخرش علينا في اي حاجه. نعم. معسكرات خارجيه كنا بنطلب موافقين،
ان هم كان عندهم امل وعندهم يقين ان المنتخب ده يقدر يبقى نواه لمنتخب اول سيدات في مصر. ما هو ده بقى اللي انا عايز اروح فيه، بس خلينا نتكلم الاول على الانجاز الكبير. الاول حضرتك لعبت المباراه النهائيه مع انجولا واتصابت رحمه من احد الحلول القويه في الهجوم حضرتك طبعاً. يعني رحمه محمد لعبت النادي الاهلي وكمان اصابتها باصابه قويه رباط صليبي، ان شاء الله تخف وتلحق باذن الرحمن تلحق كاس العالم. اتعادلتوا مع انجولا في المجموعه برغم كنتوا الافضل، احنا كنا متابعين كنا نقدر نكسب، ولكن هم اللي جابونا وتعادلوا معانا، فكان وضع طبيعي الفاينل نكسبه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. تقييمك للتجربه ايه؟ انت برضو اكيد ليك تقييم لهذه التجربه. طبعا تجربه انا بالنسبه لي قيمناها ان احنا كانت بطوله قويه جدا، وتجربه احنا استفدنا بيها في عناصر جديده كانت لسه داخله في المنتخب. فعلا يعني في عناصر دخلت ما شاركتش معاك في الثلاث سنين اللي فاتت خالص. هايل كده القاعده بتكبر. بالظبط كده القاعده عندنا بتكبر. كلام حضرتك بيديني انطباع ان القاعده كبرت وده اللي احنا عايزينه. في ثلاث بنات انا مصعدهم من 2004 لعبوا معايا البطوله. برافو، يعني انت باصص للمستقبل. بالظبط كويس. احنا كنا بنلعب بيلعبوا دلوقتي افريقيا، بيلعبوا دلوقتي افريقيا. احنا كنا واخدين ثلاثه، كنزي ومريم عمر ولوجي، دول كانوا مصعدينهم. طبعا بياخدوا خبرات اعلى، احتكاك اقوى. نعم. فلما بينزلوا سنهم بيبقى طبعا الموضوع سوئزي. بالظبط بالنسبه لهم. طبعا لما لعبنا في دوري المجاميع اللي هو انا وانجولا اللي تعادلنا فيه، دي جت اصابه رحمه في الدقيقه 12 من الشوط الاولاني. وكانت بالظبط يعني صعقه لينا كلنا. مشكله في السن ده لما بيلاقوا زميلتهم اتعورت بيتخضوا جامد. بالمناسبه احنا معانا رحمه محمد عبر سكايب. رحمه ازيك؟ ازي حضرتك؟ الف مليون سلام عليك يا رحمه. الله يسلم حضرتك. ولا يهمك يا باشا، انت ان شاء الله تلحق كاس العالم. الحمد لله ان شاء الله. وليه ايه اللي حصل في الاصابه؟ يعني مش عايز اخليك تفتكر اللحظه بس يعني شعورك، حسيت بايه؟ هل مثلا بعد الاصابه كان همك ان الفرقه تكسب؟ يعني كلميني عن ظروف الاصابه والامور اللي كانت حواليها. هو انا في اول مثلا 10 دقائق في الماتش، يعني الماتش كان ماشي كويس وكل حاجه والفرقه كانت كويسه، انا لسه بستلم الكوره يعني، فركبتي دخلت مني لجوه ويعني خرجت، فركبتي يعني ما كنتش حاسه بيها، بس برضه لما خرجت يعني كان همي ان الفرقه تكسب وكل حاجه. حتى انا اساسا لاخر الماتش يعني انا لاخر البطوله اساسا كنت هموت وانزل اعمل اي حاجه للفرقه، بس هم يعني كانوا قدها وشرفوني وشرفوا مصر كلها وعملوا اللي عليهم وزياده. طب يعني قولي لي، يمكن صعودكم كاس العالم ده يمكن هون عليك الاصابه شويه يا رحمه؟ اكيد طبعا، يعني انا نفسي كان نفسي اكون معاهم، بس انا يعني واثقه فيهم ان هم ان شاء الله يعملوا حاجات كويسه، وانا يعني ان شاء الله الحقهم بقى ان شاء الله 100% هتلحقيهم ان شاء الله. طب قولي لي عملتي ايه؟ رجعتي مصر عملتي الاشعاعات؟ هل اتحدد لك ميعاد عمليه ولا بننتظر الورم بالركبه يخف شويه؟ يعني كلمينا عن رحله العلاج. انا وصلت اول امبارح، وصلنا الساعه 2 الظهر الصبح، رحت الساعه 6 عملت الرنين. دلوقتي معايا الاشعه والتقارير وكده، دلوقتي عند الدكتور يعني هدخل له بقى وهشوف انا هعمل عمليه امتى. يعني احنا بنكلمك وانت عند الدكتوره رحمه؟ ربنا معاكي ويشفيك. على فكره دي حاجه كويسه ان انت بداتي في رحله علاج بسرعه، يعني دي حاجه كويسه جدا ان انت يعني الامور ماشيه بسرعه عشان اليوم يفرق معانا. ان شاء الله خير. طب قولي لي قولي لي قولي لي انت يعني نفسك في حاجه اكيد، او نفسك في كاس العالم في حاجه، نفسك ايه في كاس العالم؟ نفسي نعمل حاجه كويسه ويعني الناس كلها تبدأ تتكلم علينا ان احنا منتخب قوي وعندنا عناصر كويسه ومعانا جهاز فني كويس والاتحاد كله واقف دورنا، فان شاء الله يعني نعمل حاجه تساعد ان البنات ان يتعملها فيرست تيم ونسمع في مصر كلها ان شاء الله. ان شاء الله تسمع في مصر باذن الله. وليه مين ماسك الاعلى يا رحمه؟ مين ماسك الاعلى؟ يعني نفسك تبقي زي مين؟ نيكولا كربوتيتش طبعا. بص يا باشا داخل على داخل على الجد كله. يعني بامانه يعني ان شاء الله اتمنى لك كل شفاء يا رحمه. طب قولي لي يعني برضو بابا وماما اكبرهم ايه؟ يعني هل هم يعني متوترين ولا كانت الامور عدت عليهم صعبه؟ يعني طمنين عليهم برضو، لان اكيد الموضوع ده بس مش بيقع على اللاعب، لا اسرته كمان بتبقى في حاله صعبه. طمنيني على بابا وماما. لا يعني هم اساسا ما كانوش يعرفوا حاجه هناك، احنا كنا مخبيين عليهم عشان الحاجات دي ما ينفعش يعني كده، بس هم يعني لحد دلوقتي متضايقين، بس يعني مش مبينين لي عشان اقوم على رجلي تاني واعمل عمليه كويسه. مفيش حاجه ان شاء الله، هي بسيطه. كابتن رامي يعني تحب تقول حاجه لرحمه على الهوا؟ طبعا رحمه دي بنتي، من ساعه ما بدانا المنتخب هي من العنصر الاساسي عندي.
احسن لاعبه بالنسبه لي دفاعيا وهجوميا، وان شاء الله انا بتمنى لها السلامه وكل خير، وان شاء الله تلحقنا في كاس العالم وتنورنا وتنور مصر كلها في كاس العالم باذن الله. ان شاء الله. سمعت الكلام يا رحمه؟ ان شاء الله. اه سمعت. طيب وكمان منى عايزه تقول لك حاجه. ان شاء الله هترجعي لنا بسرعه يا رحمه، شدي حيلك علشان احنا محتاجينك. ربنا معاكي. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا رحمه وربنا معاكي. رحمه محمد لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر للشابات، بنتمنى لك كل السلامه ان شاء الله ترجعي الى الملاعب قريبا. بشكرك شكرا جزيلا. يمكن اجي لك يا منى، يمكن كانت لحظه صعبه اصابه رحمه، يمكن انتوا في الملعب شفتوا لما بيقر لعيب وبيقعد يصرخ ووجع الالم الاصابه، الفرقه بتتخض، يعني حسيتوا بايه؟ هي بصراحه يعني كانت مفاجاه بالنسبه لنا، لان هو كان في بدايه الشوط ما كناش عاملين حسابنا على حاجه زي كده، وهي عنصر اساسي، هي اللي بتلاقي لنا حلول في الملعب، فهي كانت مفاجاه كمان. يعني كان عندنا امل ان هي كانت تخرج وتنزل بعد كده، بس كانت مفاجاه ان هي كمان ما نزلتش. بس الحمد لله يعني الفرقه كانت قدها، وان احنا قدرنا يعني ان احنا نعوض. الحمد لله تعادلنا. الحمد لله ان شاء الله تبقى معاكم في كاس العالم. وكاس العالم امتى؟ في شهر 6 ان شاء الله. شهر 6 ان شاء الله، عندنا وقت 3 4 ان شاء الله تلحق باذن الله. تلحق ان شاء الله باذن الله. تلحق ان شاء الله. طب قولي لي بقى، كلميني عن لقب احسن حارس مرمى. يعني انت كنت رايحه وكنت متوقعه ده، خاصه انت في البحر الابيض المتوسط او في افريقيا اللي قبل كده خدتي هذا اللقب، فانت بتبقى رايحه كل افريقيا عارفاكي، يعني عارفين ان انت مرشحه تاخدي ده. كنت حاسه ان هتاخديه مع اول يوم في البطوله، ولا حسيت ان في منافسه؟ لا يعني هو اكيد في كان حاسس بالمنافسه من انجولا بس. انجولا اه بالظبط. يعني هم يعني منتخب محترم برضو، بس يعني انا كنت بعمل اكتر حاجه عندي ان انا علشان ابقى بشيل فرقتي، وان انا اكون نظهر بصوره مشرفه كويسه يعني. نعم. طيب يعني قولي لي اصعب مباراه لعبتوها، يعني اكتر مباراه انت حسيت ان فيها منافسه وفيها يعني هاند بول كتير، يعني فيها هاند بول عالي. مباراه انجولا في المجموعات وفي الفاينل. مباراه انجولا، المباراه الاخرى كانت يمكن اهدى شويه، حتى قبل النهائي كمان. قبل النهائي لا، المباراه كانت صعبه برضو بالزبط. بس احنا شبه كنا واثقين ومطمنين ان احنا نقدر ان احنا نكسب. بس هو ماتش انجولا بقى كان فيه بالظبط. طب والاخبار العنف ايه؟ يعني هل احنا قادرين؟ يعني اليد لعبه عنيفه بالزبط. احنا برضو بنطمن، هل احنا نقدر نجاري الافارقه؟ بنقدر، عندنا القوات لا دي نقدر. ما احنا كنا خسرنا فرق واحد وتعادلنا معاهم، لا احنا نقدر. يعني احنا بنجاريهم في القوه، هم اقوى مننا بس احنا نقدر نجاريهم، مش بالدرجه الكبيره قوي. يعني احنا الحمد لله الكابتن عامل معانا شغل بدني عالي ومجهزنا بالظبط، فمخلينا ان احنا عندنا استعداد وقابليه لاي حاجه احنا بنواجهها. طب الصعوبات، خلينا نتكلم، يعني ماتشات افريقيا او البطولات اللي بتلاقي في افريقيا، افريقيا بيبقى فيها نوع يعني خاص من الصعوبات. اولا الاقامه بتبقى أكيد. إقامة بتبقى يعني بشكل أو آخر مش زي اللي احنا عايزينه، بتبقى الملاعب نفس الكلام. أنت يعني كلاعبة أو كحارس مرمى مهم في الفريق، الصعوبات اللي قابلتكم إيه؟ أول حاجة الإقامة، احنا كنا جايين بأكلنا فعلاً. لا وفريق بقى شباب بقى، أنت مش هتشيل هم الأكل بقى خالص، طبيخ بقى وأكل وكله تمام بالظبط. كنا جايين كنتوا واخدين معاكم إيه؟ لا يا أبا عندي دي شوية، لا أنت هتعدي كده تعالي لي بقى، كنتوا واخدين أكل إيه معاك؟ معلبات، تونة، رز، مكرونة كده، يعني الحاجات الخفيفة اللي نقدر نعملها. معلبات دي ماشي. طب بالزبط. الطبيخ إيه؟ ما طبختوش حاجة؟ مش طبيخ. لا ما لا ما ينفعش. أي طبيخ؟ لا ما هو الرز المطبخ والمطبخ أجنبي ولا إيه؟ مش فيه مطبخ. أكلنا كان شوربة. كنتوا بتعملوا شوربه؟ اه بس ده شوربه ميه سخنه وبتاع وكلام من ده. لا انا عايز طبيعي. ما الامكانيات مش موجوده. لا امكانيات ايه بقى يا كابتن؟ لا انت بعد كده ما كانش موجود بوتجاز. كنت حضروا لنا حاجه واحنا كنا هنعمل لكم. هنحضر لكم بس بعد كده الاتحاد، انتوا بعد كده وانتوا طالعين تبقوا عاملين حسابكم، لان انتوا خلي بالك الاكل مشكله، لو ما اكلتش كويس مشكله. بالظبط. اديتوها السفريه كلها معلبات؟ اه كان قليل قوي ما بنلاقي حاجه تتاكل في الفندق يعني. الفاكهه طيب؟ هي الفاكهه الحاجه الوحيده اللي كانت تتاكل في الفندق. والعسل؟ ما ده كان معانا الحمد لله. كنتوا واخدينه معاكم؟ اه وكان في هناك برضو بس احنا كنا عاملين حسابنا. عاملين حسابكم بس لما رحتوا زيت الخير خير. بالظبط. الموز هناك موز يعني انا ناس أناناس حلو جدا. وخلي بالك الموز مهم للعيب لانه بيعوضك عن الشد والاجهاد والكلام ده كله. حتى لعيبه التنس بياكلوا موز اثناء المباراه. ايوه. طيب ايه الصعوبات الثانيه غير الاقامه والاكل؟ الصاله اللي احنا كنا بنلعب فيها. أوه. كان الجو حر جدا يعني اول يومين كان اصعب يومين بصراحه. ليه بقى؟ الجو ما كناش لسه اتعودنا عليه، كانت درجه الحراره 30، فكانت لسه انت بتتعود على الحاجه اللي انت متعود عليها. بعد كده بقى احسن بكتير يعني. طب. ما قدرناش يعني قدرنا ان احنا نتاقلم مع الوضع. وطبعا انتوا رايحين انتوا هنا بالجواكت بقى وبتاع، ورحتوا فتحتوا باب الطياره. الله الله عودك. بالظبط. بس احنا يعني من 2019 واحنا متعودين على حاجه زي كده يعني. احنا كانت اجواء 2019 كانت فين بقى؟ في النيجر. نيجر. بالظبط. طب ده غنى يعني الموضوع احسن. بالظبط. فاحنا متعودين على الحاجات دي يعني. كابتن معودنا من احنا في 2019 ان الحاجات دي بتبقى ما بتاخدش جزء كبير من تفكيرنا. احنا بنركز على اي حاجه على الماتش. لعبتوا سفاري؟
كان تركيزنا كله على الماتش. ما طلعتوش بعد البطوله حاجه؟ لا. ده انا ما فيش بلد افريقيه رحتها الا ما كنت حريص ان اطلع السفريه. انت بتبقى على فكره مش بعيده لان هو بتبقى الغابات قريبه جدا من الـ من الـ من الـ بس انت ما فكرتيش تروح. لا احنا كان علشان كان ثلاث ماتشات جامدين فكانت كل وقت راحه احنا كان لازم نستغله كويس، ما كانش بيبقى في وقت ان احنا نخرج او ان احنا نروح في حته. طب قولي لي من الملعب، من الاقامه للملعب كانت مسافه قد ايه؟ حوالي 10 دقائق ربع ساعه بالكثير. الاتوبيس التنقلات كانت حلوه، الدنيا كانت كويسه، الاتوبيس مكيف. لا يعني احنا كناش اشتغلنا التكييف، كنا نتعود كده على الجو الرباني. ربنا بقى على الله طبعا. بس قصدي اقول لك الترانسبورتيشن في من لا كان كويس كمان. كويس. طب وتعامل الجماهير مع البعثه المصريه؟ هم بيحبونا يعني حب كده رباني فعلا. لما بيشوفونا بيشجعونا وبيحبونا كده، تحس في تقرب مننا فعلا. يعني اسم مصر هناك انتوا حاسين ان محمد مصر صلاح كل ما حد يشوفنا موسى صلاح. احنا عايشين على موسى صلاح. بص كل مصر كلها رياضه عايشه على موسى صلاح بامانه. يعني كل ما تقع موسى صلاح انت عارفه بقى، انا عايز اقول لك انه ده هي دي قوه الرياضه الناعمه، ان بشوف يعني موسى صلاح خلانا كلنا متابعين مصر. فطب يعني اكتر حاجه طريفه، هل جمهور سانكو مثلا قدام انجولا؟ لان طبعا ولا انجولا عشان قريبه منهم فالدنيا. لا احنا كان في ماتشات انجولا كان في ناس بتشجعنا فعلا، يعني كنت ببقى واخده بالي من قاعدين بره، يعني بوركينا فاسو كانوا بيشجعونا، الجزائر كانوا بيشجعونا، تونس ونيجيريا كان كل دول كانوا بيشجعونا يعني فعلا. كانوا كنا بناخد بالنا بعد الماتش هم اللي كانوا بيقولوا لنا عايش وبرافو. طب وفي انجولا ماتشات انجولا؟ في ماتشات انجولا كان في شوية بالظبط، لان انجولا يمكن قريبه منهم في الخريطه، فالدنيا هناك بتبقى الموضوع. طب قولي لي عن يعني المدربين التانيين، الفرق التانيه، رئيس الاتحاد منصور اريمو اتكلم معاك وقال لكم ايه؟ شايفين ان وجود مصر فريق سيدات او شابات، حضور مصر في الايفنتات دي هم مفتقدين ولا هو بعد ماتش انجولا بالظبط الاخير فاينل الاتحاد كله فضل الافريقي فضل يتكلم علينا، يعني ان احنا كنا ظهرنا بشكل مشرف وان احنا نستحق ان احنا كنا ناخد حاجه، يعني احنا ظهرنا بشكل يليق باسم مصر. برافو عليك. صح، شوف كلمه حلوه ازاي. الحمد لله. يعني هو ده كلمه حلوه. بص اللي احنا قايلينه كل ده، كل اللي انت بتقوليه ده عشان نظهر بمظهر يليق باسم مصر. البلد اللي احنا بننتمي لها. يمكن هي دي الروح. دي الروح يا كابتن، احنا بنمثل منتخب مصر من ساعه ما بتلبس تيشيرت منتخب مصر، انت المفروض تتحول كل تبقى واحد تاني، تبقى واحد تاني خالص. بالظبط. طب قول لي يا كابتن، يعني خلينا نتكلم على الامور الفنيه. انت دلوقتي عندك ان شاء الله كاس عالم في شهر 6. طبعا اكيد دارس الدنيا وشايف الخريطه شكلها عامله ازاي. انت رحت قبل كده خدت التاسع برضو مع فريق الشابات صح؟ الناشئات. شايف الانجاز ده ممكن يتحقق تاني ولا ممكن ناخد مركز افضل؟ لا ان شاء الله ممكن يتحقق او ناخد مركز افضل. حسب ما هنشوف لسه احنا هنروح مجاميع ايه بالظبط. احنا بدانا دلوقتي نشتغل، خدنا بطوله اوروبا كلها. معايا طبعا محلل الاداء كابتن محمد سليمان، بناخد الماتشات ونبدا نشتغل دلوقتي على كل الفرق لغايه ما نشوف مجموعتنا ايه. برافو. البنات احنا مدينهم 4 ايام سلبي بس ينزلوا، بعد كده ينزلوا مع انديتهم عشان الدوري هيشتغل. كتير يا كابتن 4 ايام. منا بتضحك. انا جاي اهدي النفوس. انا جاي اهدي النفوس. يعني 4 ايام سلبي وبعد كده هيخشوا الفرق. هيخشوا مع فرقهم وحاطين يومين في الاسبوع. طبعا هم عشان في قوام المنتخب احنا حاطين حد اقصى مباراتين في الاسبوع يلعبوهم مع انديتهم. ده لائحه اتحاد؟ لائحه اتحاد. الله عيني. اتحاد اليد دايما سباق بصراحه يا كابتن هيثم. الاتحاد حقيقي كره اليد على طول عنده خطوات تقدر تحافظ على اللعيب الدوري ازاي، وبيتوارثها اتحاد ورا اتحاد بالظبط بصرف النظر مين جوه. بالظبط. برافو. يعني احنا النهارده لما نقول ان احنا جمعه وسبت ده درجه اولى سيدات، وحد وثلاث مواليد 2002 والدوري، يعني 4 ماتشات في الاسبوع. لو احنا سمحنا للبنات تلعب 4 مباريات في الاسبوع اوفر جامد عليهم قوي. وعندك كاس عالم، فالاتحاد قال لك اللعيب الدولي حد اقصى له ماتشين في الاسبوع، عايز يلعب درجه اولى يلعب في سنه يلعب وما حد اقصى ماتش. شوف الدنيا قفلت، حطوا لها قانون ولائحه استثنائيه عشان ايه؟ نحافظ على ثروتها. لان حضرتك انت لو كنت سمعت الانترو احنا كنا بنتكلم على الباسكت. تمام. الباسكت 7 لعيبه راحوا من المنتخب من الاهلي رجعوا 4 مصابين. ليه بقى؟ اجهاد 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 اجهاد، 4 اصابات ايه؟ كسر في الانكل، مزق، شاب عنده 19 سنه مزق في العضله الاماميه. اللي عايز اقوله لك انه لازم انا كاتحاد احافظ على ثروتي. بالظبط. تمام. وهو ده اللي بيعمله اتحاد كره اليد. بالظبط. بامانه بسم الله ما شاء الله. طيب هنلعب ماتشين حد اقصى
بالظبط في الاسبوع. حضرتك هتتابع بناتك؟ اكيد طبعا. تمام. لو عنصر جديد لقيته كويس اهلا بيه، هيتضم طبعا طبعا عليك. طبعا بدليل ان احنا في افريقيا الشابات اللي احنا اشتركنا فيها انا واخد 3 4 عناصر ما شاركوش في الناشئات. برافو. انت ظهروا في الدوري سايبها حقهم يخشوا. اي لعيبه تظهر بمستوى اهلا بيها يليق بالمنتخب وتشارك فيه موجود، باب مفتوح لكل الناس. احييك. طيب طبعا بدري قوي لان اقول لك الفرق الثانيه، لان كل سنه والثانيه الجيل بيكبر ويجي جيل ثاني، صعب ان انا اقول لك انت شايف مستواك ازاي، بس ماتشات اوروبا هتديك انطباع قريب. بالظبط بالظبط. انا حاسس ان احنا مش بعيد ان شاء الله ان شاء الله. بدليل ان البنت المصريه لما دخلت تحت ضغط، لما دخلت اول مره تشتغل في شكل الاحمال المعينه اللي كانت البنات عمرها ما تشتغل في احمال. صحيح. احنا الحمد لله معانا مدربين احمال على اعلى مستوى، هم مع الولاد مع منتخبات الولاد، واستعنا بيهم في منتخبات البنات. برافو. بصراحه الاتحاد ما تاخرش اول ما استعنا بيهم. اي دعم فني بالظبط. كابتن صلاح وكابتن جوده قام بدور اداء بدني هايل جدا، وده لاحظناه ان احنا بنلعب من اول دقيقه لاخر دقيقه مع انجولا، اللي هي اجسام قويه جدا، سرعات قويه جدا، هم لاعبين من اول دقيقه لدقيقه 60 بدون تعب، رطوبه عاليه، حراره عاليه، حراره عاليه، ملعب وحش ارضيه، ملعب مش عايز اقول لحضرتك يا كابتن هيثم، اولا ما فيش تكييف، مفتوح من الجناب زي هنجر بالظبط كده، الصهد كله داخل. يا جماعه هاتوا لنا شكل او اللقطات اللي كانت موجوده في التقرير برضو للساده المشاهدين، شوفوا حجم المعاناه اللي عانوها شباتنا والجهاز الفني هناك في الملعب، وهي دي اللعبه في افريقيا، مش بس كره القدم اللي بتعاني والالعاب الاخرى. بالظبط. احنا كنا بنعمل ريكفري زي منتخب الرجال في ينزلوا في الثلج وكده، الثلج نطلع نجيب برميل، نفس الجردل برميل بتاع مو صلاح خدتوه برضو، ده شكله بيلف في افريقيا، كان ينزلوا بسين وبعدين يخشوا في نفس البرميل بالثلج يعملوا ريكفري. طبعا هم متعودين عليه الريكفري ده على طول، يعني بين كل تمرينه او كل مباراه الريكفري ده بيفرق جدا معانا. برافو. فعشان كده الحمد لله مش عايز اقول لحضرتك شرفنا مصر بجد طبعا، وانا فخور بيهم طبعاً. كابتن هيثم ان هم تعبوا معايا جدا بجد يعني. طيب احنا يعني نفسنا بقى، انا بقول لك يعني معلش خدها من يعني نفسنا نكمل، نفسي اشوف منتخب سيدات كره اليد، انا حلم من احلام حياتي زي ما في الطايره سيدات منتخب، زي ما في الباسكت سيدات منتخب، اليد هم اولى. ليه؟ لان احنا طبيعتنا الجسمانيه بتليق على هذه اللعبه. تمام. فانا نفسي اشوف منتخب، اتمنى الاستمراريه ان شاء الله يعني، يا رب ان شاء الله. الدكتور محمد الامير رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره وكابتن عبده كان رئيس البعثه وهو المشرف على منتخبات البنات طبعا، بصراحه يعني النيه موجوده، موجوده جدا، يا رب يعينهم ان شاء الله، يا رب يعينهم باذن الله. النيه دي طالما موجوده انا اتمنى ليه زي ما الرجال حققوا السيدات، ولا ايه رايك؟ احنا والله نتمنى انهم يعملوا لنا درجه اولى سيدات بصراحه. نفسك بالزبط. هيحصل، انا بقول لك هيحصل ان شاء الله، إن شاء الله احنا ورا الموضوع لغايه ما يحصل إن شاء الله. بس خليني اقول لك انه طب انت ما بتفكريش في الاحتراف؟ انت عندك دلوقتي 2 محترفات فرنسا، مروه وعندك رحاب، مروه بالزبط. عبد الملك ورحاب جمعه، والاثنين بيلعبوا في انديه كبيره ممتاز. ما فكرتيش انت كحارس مرمى، احسن حارس مرمى في افريقيا في سنك، انت تطلعي؟ بفكر اكيد، بس هي الفرصه ما بتجيش ان كاس عالم بتاع الناشئات اتلغى، فكانت دي كانت فرصه ان اي حد يقدر يسافر. بالظبط. بس ان شاء الله كاس عالم الجاي تبقى حاجه كويسه. لو جات لك هتسافري؟ اكيد. برافو. ان شاء الله. وكمان انت بتدرسي تربيه رياضيه، دي دراستك، ده ملعبك. ايوه. يعني ده وزيرنا وزير الشباب والرياضه تربيه رياضيه، يعني 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 قصدي اقول لك ان انت بتدرس في مجالك. بالظبط. طيب ان شاء الله تيجي. بس اي طيب قولي لي يعني اقوى الدوريات بالنسبه لكم؟ طبعا الفرنسي، المجري برضه، المجري سيدات قوي. الدنمارك. الدنمارك قوي. المانيا. المانيا، السويد. عندك محمد عصام الطيار هناك اهو، يلا يعني خليه هو الايجنت بتاعك، يلا ابتدي بقى. يعني انا قصدي اقول لك ان هو انا ببقى سعيد الحقيقه، لانه انا مؤمن ان الولد زي البنت تقدر تحقق. احنا محتاجين الفرصه. بالظبط. برافو عليك. محتاجين الفرصه. وهتيجي ان شاء الله. بس انت تبقي جاهزه لها ان شاء الله. يعني واكيد لما رجعت عليك عبء، يعني انت ممكن دلوقتي في الدرجه الاولى، خلي بالك انتوا داخلين على ماتشات والكابتن بيستعين بيك طول الفتره اللي فاتت. طب هتعملي ايه بقى في موضوع ماتشين من الاربعه دول؟ دي يعني طب تستثنوا حراسه المرمى يا كابتن والنبي يا كابتن، ليه اصل حراسه المرمى ما فيهاش مجهود؟ يعني منا مش كده يعني، الاتحاد يستثني منا بس عشان انت كده غالبا ممكن يعني تبادل وتوفيق لو بالزبط. هيشوفوا اني اهم. بس خليني اقول لك حاجه، في مبدا بيقول لك ان قطاع الناشئات او الناشئين هو الاساس منه هو دعم الدرجه الاولى بالزبط. فلو تعارض يبقى الدرجه الاولى، في مدرسه بتقول كده
يا رب تبقى كده. شفتي الاجابه؟ يا رب يا رب يا رب تبقى كده. يعني الاجابه تبقى كده، بس هي فرصه كويسه ليكي ان انت تفكري في الموضوع. طيب قولي لي وانت صغيره مين اللي وجهك في حراسه المرمى؟ مين اللي قال لك تلعبي؟ يعني في بدايه كره اليد بيبقى كله بيلعب كل حاجه. بصراحه هي ما جاتش بتوجيه ان حد يقول لي ابقى جون، هو كان اخويا بيلعب كره يد برضو. ايه ده؟ اخوكي بيلعب كره يد؟ كان بيلعب الاهلي. الاهلي؟ لغايه سنه الدرجه الاولى وراح الداخليه. برافو، يعني اسره، يعني الاسره بتلعب كره يد؟ هو كان على طول هو لعيب، فانا كنت بقى يشوط عليا. هي جت كده. انا هو يشوط كان بيتمرن عليا يعني. هي جت كده. بدات بالظبط. احنا بنحييه. طب هو لسه لغايه دلوقتي بيشوط فيك؟ اكيد طبعا طبعا اكيد. طيب ومن يعني انت من داي 1 عايزه تبقى حارس مرمى؟ بالظبط. لعلمك هي الموضوع حب، يعني انت لو بتحب مكان وبتحب بوزيشن معين هتتفوق فيه. بالظبط، وده سر التفوق. ايوه. طب قولي لي بقى مين اكتر، بابا ولا ماما بيتعب معاكي؟ بصراحه يعني اللي كتب معايا بابا. بابا بس ماما. بص انا قاعد على الترابيزه دي والله كل اللي بابا 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 لدرجه ان يعني بص بابا، فانا ما بعرف اللي جاي. طيب بس طبعا بابا البنت. لا ماما برضه بتعمل معايا، بس بابا هو طبعا ماما بتتعب طبعا، انا واخد بالي. لا صح، هي بصي البنت حبيب بابا، والام والاب ليهم كل القدسيه. احنا بنهزر يعني. ليهم طبعا كل بابا اللي كان بيقول لهم ما كناش هنقدر نوصل لحاجه. طبعا بيروحوا معاك التمارين ويستنوكي كل حاجه. بالزبط. صح. انت كنت مرات طول عمركم بتيجي مصر؟ كنت ساكنك بعيد؟ لا، مصر الجديده. مصر الجديده. فيعني الدنيا كانت قريبه جدا، ما كنتش بتعني. بس بعد كده رحتوا جزيره بقى بتوعين. طيب يلا خلاص كده الحقيقه انتهت فقرتنا معاكي. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. استاذنك هتقعدي معانا في الاستوديو، مش هتمشي. مفيش. وهتنضم لنا ان شاء الله بعد الفاصل روان سعيد احد نجمات الفريق، هنتكلم معاه برضو عن طموحاتها والبطوله اللي فاتت. كابتن رامي مستمر معانا في الفقره الثانيه، نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بروان سعيد نجمه الفريق منتخب مصر للشابات لكره اليد ولاعيبه النادي الاهلي ايضا، واللي طبعا حصلنا على الميداليه الفضيه واللي تاهلنا بيها الى كاس العالم ان شاء الله في شهر 6 القادم. اهلا بيك يا روان. اهلا بحضرتك، منورنا في قناه النادي الاهلي. منور حضرتك، مبروك على التاهل. الله يبارك في حضرتك. ايه كنا رايحين عارفين كده؟ كنا متاكدين ان شاء الله هننجح ولا ان شاء الله؟ احنا كنا حلمنا في اول طبعا، بس يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بس خلي بالك انتوا كان عندكم زي ما قلنا رحمه صابت، وكمان ظروف اللعب كانت صعبه. كان عندنا كذا واحده كمان مصابه، بس جت على نفسها عشان خاطر الفرقه. ممكن يعني نص الفرقه كان عندها مشاكل، بس كله يعني احنا كنا داخلين بروحنا هنجيب الماتش. حاسس ان نقدر نكسب ان شاء الله. ومع ذلك خسرنا من انجولا فرق هدف، يعني كنا ما فيش مشكله خالص. يعني ما تضايقيش نفسك، انا حاسه انك متضايقه خالص. يعني ان شاء الله بتقدروا في القادم تقدروا تحققوا يا رب ان شاء الله. يعني انت حاسه انت كنت عايزه اول، ده شعور كويس، بس احنا مبسوطين بيكم وفرحانين بيكم جدا جدا. طيب قولي لي، يعني يمكن انتوا قبل البطوله سافرتوا بكام يوم؟ بيومين، يوم الوصول ويوم تاني. يعني وصلت يوم خدت يوم بعد كده لعبت. طيب قبل البطوله على طول كان الاعداد ايه؟ يعني هل رحتوا معسكر؟ رحنا معسكر في بولندا، لعبنا فرق هناك، كانت بطوله كويسه للاستعداد لافريقيا. كم ماتش لعبتوه؟ كان أربعة. كان في بولندا. ده كان قبل البطوله على طول. بالظبط، يعني رجعنا كام يوم بعديها طلعنا على افريقيا على طول. طب المستويات الاوروبيه فرصه بقى اللي انت قلتي لي على معسكر بولندا ده؟ اكيد. احنا فين؟ لا هو احنا بالنسبه لاوروبا قريبين، مش بعيد خالص. كسبنا كل الماتشات، كان اخر ماتش كان تقيل جدا، كنا برضو خسرين في الاول وبعديها كملنا ووصلنا وكسبنا الماتش. لا انا شايفه ان احنا قريبين مش بعيد خالص. يعني منتخبات مين اللي كانوا موجوده، ولا كنتوا بتلعبوا فرق ولا انديه؟ انديه. لعلمك في اوقات كتيره الانديه بتبقى اقوى من المنتخبات، خاصه ان هم فرق درجه اولى. انتوا شباب. طيب رجعنا من بولندا، رحنا بطوله افريقيا. بالظبط. عندنا ان شاء الله كاس عالم اللي جاي، هتعملي ايه في المذاكره؟ يمكن يا كابتن يعني روان ثانويه عامه، وانا صغير وفي سنهم كان ازمتي الكبيره هي الامتحانات وبطوله كاس العالم في شهر 6. تمام. هتعملوا ايه يا كابتن؟ والله احنا واحنا هناك على طول في بطوله افريقيا الاتحاد بتاعنا بصراحه بدا يتحرك. احنا عندنا 3 ثانويه عامه، و3 عناصر اساسيه جدا في الفريق. بدأ الاتحاد دلوقتي انه هيعمل خطاب لوزير الرياضه، يخاطب بيه وزير التربيه والتعليم، ان البنات دي عندها كأس عالم في توقيت الامتحانات، فبنطلب منه استثناء البنات لما يرجعوا يمتحنوا
بنفس الدرجات يعني ياخدوا ما يبقاش دور تاني ليه. تاني بياخد 80% من الدرجه. بالظبط بالظبط. فده اللي احنا نعمله انه ان البلد تساعدنا او الوزير يساعدنا ان هم بيلعبوا باسم البلد. نتمنى لانه الحقيقه هو موضوع الدراسه لازم احنا يعني في تنسيق دلوقتي طبعا عالي وكل حاجه، ولكن نتمنى الرياضي بيبقى عنده مشكله بطولاته بتيجي في اي وقت. هي الثانويه العامه بتبقى امتحان في دور معين ملوش انه يحسن، ملوش انه يعمل ازاي نظم التعليم الاجنبيه. بالظبط. فالموضوع ده يا رب يتحل. يا رب. واتصور ان شاء الله يتحل يعني ان شاء الله ان شاء الله يتحل ويقدروا يمتحنوا. كمان يا كابتن امر تاني فني مهم، هو انت خلاص بطوله افريقيا تاهلت، بتفكر ازاي يعني دلوقتي انت عندك كاس العالم، من هنا لكاس العالم اكيد عندك اجنده طبعا. يعني الدنيا ماشيه ازاي في الاتجاه؟ والله هو الدوري كله هيخلص، ان طبعا احنا اجلنا الدوريات كتير قوي عشان الاعداد والبطوله. هو كل الدوري هيخلص لدرجه اولى او 2002 يوم 30/4. 30/4 جميل. بس في خلال الفتره دي هم عندهم يومين تجميع هيتجمعوا فيهم للحفاظ على الوضع البدني اللي احنا كنا فيه. ممتاز. والفني وما ينسوش الخطط وكده. بالظبط كده. وهنبدا من بعد العيد الصغير هيخشوا معسكر مغلق لكاس العالم اللي هو هيبقى 3/5 او 4/5 في التوقيت ده ان شاء الله. احنا عندنا معسكر ده كده انت عندك شهر وشويه. بالظبط. مش كتير. واحنا هناك الاتحاد التونسي عايز يبعت لنا دعوه ان احنا نلعبوا 3 مباريات في تونس او هو يجي لنا. هنشوف ايه اللي يمشي ازاي. بالظبط كده. طالبين من الاتحاد وهم موافق ان احنا نعمل معسكر او معسكرين خارجيين قبل بطوله العالم. نحتاج بالمدارس الاوروبيه، ممكن نشوف مثلا سلوفينيا، احنا كاس العالم بتاعنا في سلوفينيا، ممكن تعمل بطوله دوليه قبل كاس العالم ونكمل هناك. فاحنا دنمارك ممكن تروح. بالظبط. فدي الاجنده اللي احنا حاطينها الفتره اللي نعم. جايه ان شاء الله. نعم. يعني انت حاطط في اعتبارك انه ممكن يبقى في معسكرين 3 خارجيين وان شاء بالزبط. الله الاتحاد مش هيتاخر عليك. عندك كمان التجميع، بس هو هي البطوله في اول 6 ولا في اخر 6؟ 21/6 بالظبط. يبقى كده من اول التجميع عندك حوالي 50 يوم، ما يكملوش 50 يوم، حاجه 40 يوم. بالظبط. شهر ونص. مشكله ان الوقت ضيق جدا. وهم برضه عندهم ماتشات وما اقدرش طبعا احرمهم من انديتهم. وده دوري بتاعهم والكاس. فان شاء الله لما يخلصوا فاحنا بس هنحافظ عليهم باليومين في الاسبوع دول مع المباراتين اللي بيلعبوهم عشان نقدر نحافظ على الوضع الفني والوضع البدني بتاعه. خلي بالك يا كابتن، يعني انت عندك كده امرين او مشكلتين، مشكله الدراسه الناحيه الدراسيه للشابات او للاعبات، والناحيه الثانيه هي الاعداد الفني وان انت تبتدي تلاقي فرق او تلاقي ماتشات في الفتره دي. خلي بالك حتى اللي في الجامعات برضو، اللي في الجامعه مش في الثانويه العامه، عندهم برضو نفس الازمه. انا كانت واحنا كنا عاملين معسكر في اسماعيليه وكانت امتحانات النص السنه شغاله. وعندي بنات من اسكندريه وبنات من القاهره. نعم. البنت تروح اسكندريه تمتحن وترجع لي بالليل على تمرينه في اسماعيليه. او احنا في القاهره معسكرين 5-6 ساعات. صراحه ضحوا يا كابتن هيثم، تعبوا. عشان كده بقول لهم انا بشكرهم جدا. كانت تخلص تمرينه الصبح تروح تمتحن بعد الظهر وترجع بعد الظهر عشان تلحق تمرين بالليل. يعني صعب. بصراحه تعبوا بالامانه. لازم معنا. لازم يبقى في حل للاعيبه المنتخبات. انا شايف ان لعيبه المنتخبات هم في مهمه قوميه. فالحقيقه لازم يعني موضوع المدرسه ده والجامعه لازم يشوفوا، يعني لازم يبقى في حل. لازم. يعني لازم. انا اتمنى ان 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 الاجنده الرياضيه تتحط. يعني انا صديقي المدير الفني التونسي، فانا سالته في الموضوع ده، انتوا بتعملوا ايه في تونس ده؟ فبقول لي احنا بنحط الاجنده الدوليه للمنتخبات كلها مع وزاره التربيه والتعليم، ان ما يصادفش الامتحانات في وقت البطولات الدوليه. بس طب هتظبطها ازاي دي برضه؟ هو يعني هي تنسيق كده. لا هي الفكره اللي حضرتك قلتها حلوه جدا، وحصلت في 2014 قبل كده ان تم استثناء لاعبه او لاعب وتم يمتحن في السفاره. ولكن هي الازمه ايه؟ احنا ممكن نفكر، احنا برضه نفكر ممكن تمام. يبقى يمتحن في السفاره تمام، ولكن مش في ميعاد. يعني ممكن ايه مثلا هو عنده امتحان النهارده يوم مثلا 10 تمام. مثلا 10/6 تمام. مش لازم اجي عنده ماتش بالليل الساعه 6. لا مش بالزبط. مش لازم اجيبه يوم 10، ممكن اخليه مثلا يوم 11 الصبح. تمام. يبقى في مرونه وفلكسبيليتي. مين اللي يحدد الموضوع ده؟ السفاره. يعني يقول لك انت عندك 3 ايام او 4 ايام امتحن فيها لعبتنا. فده بالزبط. ممكن يبقى حل وسط. يعني ممكن اللعبه وكاس العالم فين الاول؟ سلوفينيا. لينا سفاره هناك اكيد، بس نقدر في خلال المواضيع دي. يعني انا بقترح حاجات لان انا ورا لاعب حتى كان ده برضو ازمه عندي كبيره جدا بالزبط. وهي بالزبط. ان المذاكره بس ان شاء الله تتحل. احنا مش عايزين روان تزعل يعني ولا تبقى قلقان. طيب خليني نقول على
الكاس العالم اللي جاي، انتوا لعبت في اوروبا قبل كده ولعبت قبل كده افريقيا اكيد قبل كده مع فريق فرنسا قبل افريقيا، لعبت في فرنسا طيب شايفه يعني ممكن يبقى عندنا زي ما احنا عندنا 7 لاعبين محترفين في الولاد في الرجال، علي زين وسند ويحيى الدرع هو طالع، وقبليهم كان في ناس محترفين ورجعوا، ويحيى خالد في ممدوح هاشم، انا مش عايز انسى حد يعني. شايفين كده احنا عندنا 2 دلوقتي، شايف ان احنا نقدر يبقى عندنا 10 و15 بنت محترفه بره؟ اكيد طبعا، يعني احنا ان شاء الله ناويين طبعا نعمل حاجه باسم مصر حلو في كاس عالم، ونوصل للمربع ده طبعا حلمنا ان شاء الله، يعني ان شاء الله نعملها. مش بنفكر في الاحتراف قد ما بنفكر ان احنا نكون منظرنا كويس الاول، وطبعا الاحتراف دي حاجه بتاعت ربنا، توفيق في الماتشات وتوفيق من ربنا، بس احنا عايزين اهم حاجه عندنا زي ما عملنا حاجه في افريقيا ومصر اتكلمت علينا، نعمل حاجه برده في كاس عالم ومصر برده تتكلم علينا، ويبقى لينا اسم بصمة للبنات في المنتخبات عامه، بصمه وتشجعوا حتى الاتحاد ان يبقى فيه منتخب للكبار للسيدات، لان النواه هتبقوا النواه خلاص. طيب وعايز اعرف منك برضو الصعوبات، بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع نتكلم عن برضو الصعوبات اللي قابلت اللاعبات هناك، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. روان اجيلك، يمكن سالت منه في الفقره الاولانيه عن الصعوبات اللي قابلتها في البطوله، طب انت من وجهه نظرك ايه الصعوبات اللي انت شفتيها؟ طبعا الجو والملعب، الدنيا ما كانتش مظبطه اول ماتش، بالنسبه للجو بالنسبه لنا كان صعب جدا، احنا عندنا هنا في القاهره الجو كان شتاء، وفي بولندا برضو كانت تلج، فالموضوع كان صعب جدا علينا في اول ماتش، بس طبعا مع الماتشات بدانا نتعود، واحنا كده كده عارفين من افريقيا اللي فاتت ان احنا هنقابل صعوبات كتيره جدا، بس كان كل التركيز على البطوله، فاحنا كنا عارفين ان احنا نقابل حاجات كتيره ولازم نعديها. طبعا كلنا كنا بنحمس بعض ونتكلم مع بعض عشان نعدي كل ده. طبعا كابتن رامي كان معايا في ظهري، انا كابتن ايمان، كابتن دكتوره منى، كابتن بكر، كابتن وليد، كل الجهاز، واحنا الفرقه كلها كنا بعد كل ماتش نحمس بعض الماتش اللي بعديه واللي بعديه، عشان احنا كنا نفسنا طبعا نوصل ناخد اول زي افريقيا اللي فاتت ونعمل حاجه لمصر كبيره، بس الحمد لله ان شاء الله يعني نعوضها في كاس عالم. طب هتاكلي معلبات لما رجعتي ولا خلاص؟ هقطعها من البيت. ينسوها دي خالص. لا لا لا، محدش يجيب لي حتى الكلمه معلبات، مش عايز اسمعها. لا طبعا. كان كله معلبات. تعبنا. وفي اوقات طبعا بعد الماتش بنتضرب كتير قوي، هي علبه تونه ونتعشى. هي دي ما كناش بنقدر نعمل اي حاجه خالص. المشكله اللي واجهتنا هناك طبعا، واجهتنا في كل افريقيا، التغذيه بتاعت البنات. طبعا هم بيعملوا بطريقه بهارات معينه ما بتخليك ما تنفعش مصر، يعني مش احنا مش متعودين عليها، بعيد قوي. فانت متخيل ان عايزه محتاجه تاكل بروتين بعد المباراه تعوض اللي فقدته، تاكل تونه يعني فهو ده برضو يعني بس حاجه ما هتعمل ايه. بس عارفه كنا بنعمل ايه روانه وانا صغير؟ النهارده هاكل تونه بالبصل، بكره هغير بقى تونه بالفلفل الاخضر. والله احنا الماتشات كنا بنتحن فيها، يعني بعد الماتش احنا مش قادرين، هي اي حاجه كده هناكلها وخلاص. راجعين خاسين 100%. 100%. انا كنت برجع خاس، وخلي بالك وانا بقول لك انت كانت التونه تقعد تنوع. ايوه. مثلا تونه بالتونه ساده. هي هو ده الاكل. العيش بيعملوا عيش حلو. هي العيش والفاكهه عندهم حلو. احسن حاجه هي الفاكهه. العيش والفاكهه. ايوه. فده كان ينفع سندوتشات حاجات زي كده، بس انت عايز بروتينات، عايز تاكل رز. طب اول بقى ما رجعتي بابا وماما عاملين ايه في البيت؟ محشي بقى اديله محشي بقى. أيوة. ومسبك وبتاع، خلينا بقى نكسب الوزن اللي نزلناه. يعني طبعا استقبال الفاتحين في الاكل وبتاع. مش عايز اقول لحضرتك كابتن هيثم، هم ما استنوش رجعوا البيت في المطار. ماكدونالدز، كنتاكي. انا شايف احنا سيبنا اللبس والشوبينج وجرينا على مطعم الاكل، ما كناش قادرين خلاص، عشان بس الناس تشوف الصعوبات اللي ما بينها. طبعا هناك صعوبات جامده قوي. ده هتقول ماكدونالدز ودخلتوا بقى على الاكل بقى الفاست فود خلاص بقى. كل ده كان ممنوع في البطوله وقبل البطوله، احنا من شهر 5 ممنوعين من الكلام ده خالص. محرومين. طب يا كابتن انتوا بتراقبوا وزن اللعيبه يا كابتن؟ طبعا اسبوعيا في ميزان، طبعا في امبادي بيتعمل بعد كل فتره، بنشوف الماسلز يوصل لايه والفات. قبل ما نمشي من المعسكر عملتوا امبادي؟ يعني على طول اخر الاسبوع. طب هسالك سؤال بامانه، انت بتتابعي الامبادي بتاعك؟ طبعا، حتى لو انا لازم يعني بتشوفي يعني بتشوفي عملتيه دلوقتي وكمان اسبوع عملتي ايه وكمان طبيعي، وبتشوفي ايه الاخبار ايه والدنيا ايه، بس في لعيبه ما بتتابعش؟ لا، هو لازم قبل ما تدخل المعسكر الامبادي بتاعك موجود. طبعا انت خنانكي بيحصل في حاجات يعني. بس خلي بالك كابتن، انت بالنسبه للوزن في بلس اور ماينس، تمام صح؟ بيبقى في عندك يعني بتدي مارجن
عشان كده ممكن اللعيب يخس او يزيد. بالظبط بالظبط. طب بقول يا كابتن، انتوا افراد الجهاز الفني برضو من حقنا نشكر. طبعا كابتن وليد ابو العطا ده المدرب العام، كابتن ابو بكر صلاح مدرب حراس مرمى، كابتن امام مرجان مدير كان مدرب حراس مرمى الاهلي صح؟ ايوه اشتغل فتره في الاهلي. كابتن امام مرجان مدير اداري، كابتن محمد سليمان محلل الاداء، دكتورة منى دكتورة العلاج الطبيعي، كانت معانا دكتورة زينب باشا برضو طبعا لازم اشكرها على المجهود اللي هي عملته مع البنات قبل ما تيجي دكتورة منى، هي بس عندها ظروف بيبي شويه فهي ما ينفعش تسافر معانا، ربنا يخليها، بس كان ليها دور كبير قوي في مع البنات بصراحه. والدكتورة منى قامت بدور جامد قوي قوي في الريكفري، في كانت بتساعدني جدا ان هي بتخليهم لي بعد كل مباراه جاهزين، الاصابات على طول مجهزهم لي منزلهم لي الملعب. فبصراحه بس كويس انها سافرت معاك، وفي اتحادات بتقول ما تسافرش، يعني بيبقوا في اوقات كتيره جدا بيقللوا عدد الجهاز. لا بصراحه عندنا الاتحاد كره اليد احنا طالعين جهاز كامل، برافو. من مدرب مساعد لمدرب حراس مرمى لمحلل اداء، كان ده بيساعدني بصراحه. يعني لا بصراحه اتحاد كره اليد ما فيش حاجه احنا بنطلبها الا بعملها لنا. بصراحه الكابتن عبده كان معانا هناك منتخب السيدات، وهو عضو مجلس اداره، وكان بيساند البنات هناك جامد جدا وما زال بيساندهم، وان شاء الله نعمل الفتره الجايه. ودي الميداليه دي بس ميداليات افريقيا اتغيرت قوي، يعني انا كنت باخد ميداليات زمان اقرب ما يكون للخشب بس والله بجد كانت ميداليات ممكن يبقى فيها جزء خشب بتاع، انما دلوقتي الميداليه يعني بص يا جماعه انا عايز اوريها لكم، الميداليه شكلها بقى متطور جدا يعني ما شاء الله، وكاتبين وعلى فكره فيها يعني عليها رمز الدوله الفيل، وهنا رمز الاتحاد بتاع الدوله غينيا، فطبعا يعني لا الدنيا اختلفت خالص، يعني حتى شكل الميداليه تقيله، فالدنيا اختلفت خالص يعني ما بقتش افريقيا، تطورت جدا. طيب خليني اقول على برضو ارجع لموضوع مو صلاح ومحمد صلاح وانتم ماشيين في كل حته. انت بامانه لمست ده؟ ايوه طبعا. يسالوك لما كان في ماتش مثلا ليفربول وانت هناك ولا ما كانش فيه؟ ما احنا كنا يعني مقفول علينا، ما كناش لا خالص، احنا كنا مركزين لبطوله، مش بنشغل نفسنا بحاجات ولا بره. اصلا ما فيش تلفزيون في الاوضه، ما هو يعني كده ما فيش يعني بس يعني قنواتهم هم بس، احنا كده يعني موبايلات وكده، احنا بس كابتن ايمان نطمن اهالينا وخلاص مركزين في البطوله. بتسلموها ولا بتبقى معاكم؟ لا احنا بنسلمها وقت ساعه او ساعتين في اليوم، وبعديها نديها موبايلات عشان نركز في الماتش اللي جاي او اللي بعديه. برافو عليكم. اليوم الفري ممكن يقعد شويه بس غير كده، يعني احنا اهم حاجه بس نطمن اهالينا وخلاص. بس برافو يا كابتن، على فكره موضوع اخذ الموبايلات مش عشان حاجه، لان السوشيال ميديا ساعات بيشتت البنات. بالظبط بالظبط. يعني عايز اقول حاجه يا كابتن هيثم، السوشيال ميديا في ناس ممكن تخلي المنتخب في السماء، وهي نفس الناس او ناس تانية تخليهم في الارض. الكلام النيجاتيف كتير على طول، بطوله ضعيفه، اجواء عادي، احنا المفروض ناخد اول، يعني انتم يعني قاعدين في القاهره مش شايفين، ممكن الزروف. يخلوا البنات عندهم احباط، فاحنا بنبعدهم عن ده خالص. ان هم عشان يبقوا مركزين في البطوله، هم بصراحه بنات ابطال فعلا، من اول دقيقه لاخر دقيقه هم مركزين في البطوله. شخصيات بصراحه كابتن هيثم كلهم انا عايز اشكرهم واحده واحده على الهوا، ان هم بصراحه يعني تعبوا معايا قوي. بناتك يا كابتن بالهم بقى اربع سنين مع بعض، بقى لنا اربع سنين مع بعض، يعني مش عايز اقول لك عشنا مع بعض اكتر ما عشنا في بيوتنا. وانا بشكرهم جدا 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 بجد على الهوا لكل ابطال منتخب 2002. طب بقول لك يا كابتن، يمكن فريق الرجال يعني شرفنا الفتره اللي فاتت، دلوقتي بقينا ترتيبنا الرابع عالميا، شايف ان احنا ممكن نعلى عن كده؟ شايف عندنا امكانيات في عدد اللعيبه المحترفين؟ برضو باخدك في عيد في حته تانية، اخد رايك برضو وانت معايا. طبعا احنا ممكن نعلى عن اكتر من كده، ان زي ما اقول لك حضرتك الاتحاد المصري لكره اليد لما بدا يبص على المدارس الاسبانيه، النهارده مستر بروندو مرشح يبقى من افضل مدربين كره اليد سنه 2021. استفتاء برافو. من ضمن احسن مدربين في العالم بصراحه، وعمل شغل معاهم بصراحه. فاحنا عندنا عناصر كويسه كلها جيده، الاحتراف اتفتح، ودي كانت ميزه الاتحاد المصري لكره اليد، ان فتح باب الاحتراف للعيبه، ما وقفش ضدهم في حاجه. لا انا ان شاء الله انا شايف ان هم ممكن يوصلوا لاكتر من كده ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. كابتن رامي انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني. انا بشكرك يا كابتن هيثم انك انت اديتنا الفرصه، وده مش جديد على قناه الاهلي ولا النادي الاهلي، وانا بشكرك جدا على اللقاء الحلو ده بجد. نورت وشرفت يا كابتن، اتمنى لك كل التوفيق في كاس العالم. كابتن رامي عبد اللطيف نورت قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن هيثم. روان بشكرك، نورتيني وشرفتيني، وشد حيلك بقى مع الاهلي والمنتخب ان شاء الله. نورتيني وشرفتيني. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع
مع نجمتنا شابات كرة اليد اللي تأهلنا لكأس العالم. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله في كأس العالم ويشرفوا الرياضة المصرية هناك. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة مع الأبطال.